وعليكم السلام ورحمة الله. قادنا إن شاء الله خصنا نتأهلوا المونديال وربحوه وفرحونا وفرحوا جميع المغاربة ديالنا كاملين ونشطوا معاهم ونشطونا وطلبوا الله في الخير يجيبوا لنا كأس العالم ويجيبوا حالهم فرحانين والأمة ديالنا كاملة تفرح المغاربة ديالنا. وما كرهناش نغلبوا بأربعة بثلاثة، المهم حنا الهدف ديالنا هو يجيبوا لنا الغلب هما يفرحونا ويشجعونا الشيء اللي كاين. كنقول لهم زيرو زيرو بزاف وجيبوا لنا الكأس ما تحشمونا شي. واش اللي قالت المغاربه كاملين؟ بغينا يغلبوا المغاربه ديالنا ويفرحونا ويشجعونا ونفرح المغاربه كامله بكاس العالم. وخاصنا يربحوا المغاربه بشي نقاط مزيونين وماشي خايبين. صراحه كنتمنى يغلب منتخب حيت لعبيه في المستوى، واخا عارفين الفرق اللي معانا راه شي فرق في المستوى بحال كندا وكرواتيا بلجيكا، ولكن كنتمنى نضيف شي نقاط في المستوى حتى حنا نكونوا في المستوى ان شاء الله في المونديال. نقول لك المنتخب عنده لاعبين في المستوى، نتمنوا المنتخب ينتصر في هذه المباراه الاولى باش يبقاو عنده حظوظ مزيانه سواء مع بلجيكا سواء مع كندا ان شاء الله، ونتمنوا على الاقل يكون 1-0 ولا 2-1 للمنتخب المغربي ان شاء الله، واي واحد ماركا ان شاء الله نكونوا فرحانين، ولكن نتمنوا الحمد لله اللي كانت عليه التوقعات يكون في المستوى اللي الجمهور اللي دافع عليه باش يكون في هذه المباراه ان شاء الله. نتمنوا يقوموا بمستوى جيد كما قاموا في روسيا، ونتمنوا غير الخير ان شاء الله لان المنتخب دائما في كاس العالم كيقدم مستوى جيد. نتمنوا في هذا الكاس العالم هذه يكون لهم مستوى جيد ان شاء الله. كرواتيا راك عارف اخر مونديال كانوا يلعبوا في فينال، يعني كرواتيا عم كيلعبوا يعني عندهم كره، حنا كنتمنوا المهم حنا نجربوا الحظ ديالنا وان شاء الله كنتمنوا نفوتوا ديك الدور الاول. شنو يلعبوا كره حنا نشجعوهم وما عارفين نشجعوهم. ايوا اللي باقي راه والله هما يكملوا من عندهم. المغرب ديالنا تغلب اخي الله يا اخي، المنتخب ديالنا وما يغلبوش حنا فابور المنتخب ديالنا بالدم ديالنا بكل شيء ديالنا اخواتي. نغلبوا بجوج 2-0 3 حنا محاولة حسنا هي الغلب، حسنا هي النقاط ديالنا والسلامة اللي حسنا يغلبوا. أنا كيعجبني هذيك يا خور وزيات. إيوا وزيات هذاك عندي في الدم أنا، هذاك هو اللي عندي التيكيتة ديالو، عندي كل شيء ديالو، عندي بنديرة الملك كل شيء ديالنا حنا، عاش الملك ديالنا. نقول لهم أنا يلعبوا الغوطة ديالهم يلعبوا هذاك ويزوروا هذاك المدرب اللي كان عندهم هذاك مسوق وخاوي وعملنا مدرب زيون والملاعبيه احسن يلعبوا مع راسهم مزيان، وهذاك هو اللي الواحد ديالنا. التوقعات ديالي كانت فاجئ المفاجاه هذا العام احسن من 2018، يعني مدرب في مستوى ومنتخب هو في مستوى كله، يعني الدراري كلهم يعني كلهم شباب، وكنتمنوا سميتو الوالد الركراكي يخلق لنا شي مفاجاه زوينه ان شاء الله هذا العام ويفرح المغاربه كاملين ان شاء الله، وحنا مع المنتخب البان وقلبا. نتمنى اما التعادل واما 1-0 للمنتخب. وكرهتي انا عبد الرزاق حمد الله، يعني هاد الضجه وهاد المشاكل اللي نايضه عليه ما كرهتوش، هو اللي ماركي يعني يطفي هاد الغضب ديال هاد المنتخب كله اللي نايضه عليه. نتمنى اليوم التوفيق ان شاء الله. واللعابه كنتوجه اليوم يعني راه الشعب كله وراهم، خاصهم يحققوا داكشي اللي باغي الجمهور، يعني الشعب المغرب كامل راه معاهم، يعني راه حتى شي واحد ما تسولو تقول له واش بغيت من المنتخب يقول له بغيت نربح، يعني راه حاجه طبيعيه، راه المنتخب حتى واحد ما كيكره الدرابو ديالو، يعني الرايه المغربيه راه فوق راسنا. ونتمنوا ليهم التوفيق ان شاء الله ويفرحونا. المنتخب كنقول انا يقدر يغلب فهمتي بجوج لواحد، وهادشي اللي كاين نطلبوا الله هادشي يكون يعني صحيح، هادشي اللي كاين الغزال ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه من غير اللي كنتوقع مع بالي هو هذا. كرواتيا واخا عندها مدريد عندها اللوجو واخا يكون عندها اللي بغى، راه حنا ما كنامنوش اصلا بديك الملعبيه ديال على برا ما عندناش فيه مشكل، حنا كنامنوا بالوطن ديالنا. كنبغي نقول لهم المهم حنا مغاربه الله يغلبنا على كل شيء اخي في الكوره ولا في اي حاجه، هادشي اللي نقدر نقول. التوقعات ديالي بارديدو المغرب وكرواتيا كنقول زعما يقدروا يغلبوا 2-0 هيداك ولا 2-1، كنقول هاي ماركي بوفال ولا وزياش، كنقول لهم راه كنشجعوا المنتخب المغربي وديما مغرب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.